106 متسابقين تمثل البنات منها نسبة 55% هم عدد تلاميذ المترشحين للمشاركة في مسابقة ختم الدروس الابتدائية ودخول السنة الأولى إعدادية في هذا المركز بمقاطعة تفراغ زينة في العاصمة نواكشوط. ويقول القائمون على المركز إن المسؤولية والشفافية أهم ما ميزها اليوم الأول من المسابقة، وإنها جرت وفق الخطة المعدة لها سلفا من طرف السلطات المعنية. رقابة مهمة بظروف جيدة، كانت لجنة الرقابة في الوقت المناسب، جاءت هنا 6:30 وبدأت العمل في الوقت المحدد، 8:30 بدأت المادة الأولى الحساب، ونحن الآن بعد ربع ساعة من المادة الأخيرة في هذا اليوم الأول. ويتجاوز عدد المترشحين للمسابقة 85,000 متسابق موزعين على 904 مراكز، 136 منها في نواكشوط. ويقول بعض التلاميذ الذين التقيناهم إن أسئلة الامتحان كانت ضمن المقرر الدراسي وإن مواد الامتحان لم تكن صعبة. امتحان تبارك الله كان هوين وزين، طبيعة السماء كانت هي هوينه. امتحان لباس جان منه مات وفرنسي والتربية الإسلامية. ويرابط خارج قاعات الامتحان عشرات من أباء التلاميذ أمام المراكز خلال الساعات الأولى من بدء المسابقة، وهي مظاهر كثيرا ما تميز المسابقات الموريتانية خصوصا المسابقات التعليمية منها.